يا جدي يا عزيزي هزني معك، بتخلينيش وحدي، ايش مش نعمل؟ مش نسرق ونهرب؟ هكذا يردد الطفل تميم كل يوم ليعبر عن رغبة في العيش بين أحضان عائلة كغيره من الأطفال. عشرة مراسلين قالوا كلمتهم، أنتم أيضاً سارعوا وشاركونا حملتنا من خلال مشاركة فيديوهاتكم مع استخدام هاشتاغ غير باقية ولن تتمدد وإضافة حساب تلفزيون الآن @الآن تي في. سيربح الفائز جائزة مالية قيمتها 5000 درهم إماراتي. تلفزيون الآن، معاً ضد التطرف.